هنروح لملف الرياضة والإنجاز الكبير اللي حققناه في هذا الملف، تطور كبير شهدته كافة القطاعات في مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وكان لقطاع الرياضة نصيب منها، وعادت الرياضة لمكانتها الطبيعية سواء على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الجماعية أو على صعيد الأندية المحلية، وتواجدها على الصعيد القاري وكذلك على مستوى الألعاب الفردية على المستوى العالمي. تمكنت مصر من التنظيم الرائع لمختلف الأحداث الرياضية على مدار السنوات الأخيرة لتنال إشادة عالمية من كافة الجهات المشرفة على البطولات العالمية، وتصبح جاهزة ومستعدة لاستضافة مختلف البطولات القارية والدولية على أراضيها. ومن بين البطولات اللي تم استضافتها طبعا في مصر كأس الأمم الأفريقية عام 2019 وكأس العالم لكرة اليد في 2021 وغيرها، وفي سياق العرض التالي هنتعرف على تفاصيل أكتر عن بعض البطولات اللي استضافتها مصر في قطاع الرياضة. خلينا نسلط الضوء على هذا الموضوع بشكل مكثف اكتر مع الاستاذ محمد يحيى الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب استاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب. صباح الخير على حضرتك وحضرتك طيب. خلينا نرجع بالذاكره ورا شويه كده ونشوف اختلاف المشهد على مدار السنوات الماضيه يا استاذ محمد. بعد ما رجع تاني، يعني اما بنتكلم على الرياضه والاحداث العالميه على طول بنتكلم على استاد القاهره، وشفنا عوده استاد القاهره عشان يحتضن البطولات العالميه بعد ما كان في فتره من الفترات قبل 30 يونيو للاسف كان بيحتضن خلينا نقول مؤتمرات لمساعده منظمات ارهابيه او لنصره منظمات ارهابيه مع الاسف الشديد. شايف حضرتك التطور الشديد اللي حصل في البوصله فيما يتعلق بالرياضه المصرية عامل ازاي بعد 30 يونيو؟ طبعا يمكن احنا كان لينا نصيب ان احنا شفنا الصعوبات اللي واجهتها الرياضة المصرية في الفترة من بعد ثورة 25 يناير وبعد احداث بورسعيد. الكرة كلها توقفت والرياضة تقريبا كلها توقفت في الفترة ديت بسبب يعني كان الدنيا وقفت تعتبر بشكل كامل يعني. فده كان طبعا كان صعب على الكرة والرياضة بالكامل. وقتها شعرنا ان بعد الانجازات اللي احنا كنا محققينها مع الكابتن حسن شحاته وبطولات 2006 و2008 و2010 بقى رجعنا للصفر، حسينا ان احنا بقينا خلاص ما مش الجيل ده انتهى. والبطولات اللي احنا كنا بنجيبها وبنحرزها ما بقتش موجوده. بشكل عام كان الموضوع كان صعب جدا، وكان كنا شايفين ان من الصعب ان مصر ترجع تاني متفوقه رياضيا. طيب حد من بعد جت ثورة 30 يونيو بدأنا بقى زي ما بيقولوا ايه نحط نقط على الحروف ونقدر نحط نعرف الانجازات الرياضيه ازاي، وبدأنا ان احنا نقدر نحقق نتائج كويسه جدا وممكن ما اتحققتش في فتره من العصر الحديث، وقدرنا كمان حتى في على المستوى التنظيمي كان اكثر من رائع لمصر، ويمكن بدأناها من 2019 تقريبا تحديدا يعني ببطولة تنظيم كأس أمم أفريقيا اللي في وقت قليل جدا كاف أسنادها لينا، وقدرنا إن احنا نكون على قد الحدث، وكان يمكن البطولة دي كانت يمكن بأعداد أكبر 24 فريق أول مرة كانت، فبدأنا إن احنا قدرنا نكون على قد الحدث وقدرنا إن احنا عملنا يمكن بطولة أكثر من رائعة، يمكن كنا خرجنا ساعتها بس كان البطولة كتنظيم وكإشادة عالمية كان مشهد مبهر الحقيقة يا أستاذ محمد. فعلا كانت حاجة رائعة، وبعديها كانت بطولة أمم أفريقيا كمان اللي هو المنتخب الأولمبي للمتأهلين بعد كده للأولمبياد، وجميع بقى جت من هنا بقى لنقطة الانطلاق إن مصر لا لازم تقدر إزاي تشهد موضوع إن إحنا التنظيم يبقى أكثر من رائع دايما ونبقى مصر دايما جاهزة.
بدأنا ناخد كم بطولات عالمية وكم بطولات قارية، ولسه كمان البطولات اللي جاية إن شاء الله في مونديال اليد في 2021 رغم ظروف الكورونا فعلا. وكان أول بطولات تحت الفقاعة الموجودة اللي كانت بتاعت الفقاعة الهوائية اللي بيقولوا عليها، كانت بدأنا إن إحنا لا كنا قد الحدث الصراحة أكيد يا أستاذ محمد، ومستنيين البطولات اللي جاية إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد.